متابعي قناة شوف تيفي، وسهلا مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة تطوان. اهلا وسهلا ومرحبا مباشرة من تطوان. امطار الخير في هذا الاثناء، متابعينا الحمر البيضاء شوفوا معنا الاجواء كيفاش دايرة وكيف دايرة، انتم كيفاش عندكم في المدن ديالكم. متابعينا مباشرة عفوا من الحمر البيضاء، امطار الخير في هذا الاثناء، الله يرحمنا ويرحم جميع اموات المسلمين، طلبوا الله يرحمنا لان في امس الحاجه الامطار الخير لضمان دائما كما تنقولوا فرشه مائيه والموسم الفلاحي الجاد مع هذا الامطار الخير اللي كتعرفها المدينه في هذا الاثناء. مباشره من تطوان شوفوا معنا الاجواء متسبينا، قولوا لنا كيفاش دايره الاجواء في المدن ديالكم، الله يرحمنا ونطلبوا الله تكون الامطار في ربوع المملكه لان في امس الحاجه متسبينا من هذا امطار الخير في هذا الاثناء باش كنضمنوا طبعا موسم فلاحي جاد الفرشه المائيه وجعلنا من الماء كل شيء حي. مباشره من تطوان سلام نجمه عفوا، نتمنى وتقضي معنا اوقات جميله في هذه الجوله المسائيه عبر شوارع الحمر البيضاء. 8:55 اجواء جميله مع التساقطات المطريه. شكون اللي تعجبو فصل الشتاء؟ واش توحشتو الشتاء؟ هذا هو السؤال. طبعا انا شخصيا توحشت الاجواء ديال الشتاء والاجواء الممطره، اجواء جميله طبعا بعد ما دوزنا فصل الصيف. اكيد الناس للاسف اللي كانوا ممنوعين من 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 الشواطئ ومن التبحيره هذه السنه للاسف، ولكن المدن طبعا اللي كانت فيها الشواطئ مفتوحه متسبعين الحمد لله الامور دازت بخير وعلى خير، وتوحشنا كذلك الامطار الخير والشتاء. نتمنى تقدم لنا اوقات جميله في هذه الجوله عبر شوارع المدينه، اجواء جميله متسبعين مع تساقطات المطريه اللي كتعرفها المنطقه في هذا الاثناء. نتمنى وتستمتعوا معنا بهذه المناظر الجميله في هذه الجوله الليليه عبر شوارع الحمر البيضاء. اهلا وسهلا، قولوا لنا كيفاش دايره الاجواء في المدن ديالكم. الاجواء عندنا بحال اوكي، اذا قولوا لنا واش كاين شي تساقطات مطريه متسبعين في المناطق وفي المدن ديالكم في هذا التوقيت. تطوان الحمر البيضاء امطار الخير هذا المساء وفي هذا التوقيت بالضبط. استبشرت الساكنه ديال تطوان خيرا تساقطات المطريه الحمد لله، الله يرحمنا والله يرحمنا ويرحمنا قد النفع كما تيقولوا قد قوادسنا، لان ما بغيناش نسمعوا شي فيضانات هاد السنه او شي حالات ديال الوفاه بسبب الفيضانات. ونتمنوا كذلك ما تغمرش المياه المنازل والشقق ديال المواطنين مجموعه ديال المناطق على المستوى الوطني. اكيد توحشنا الشتاء ربي اوكي، انا اخي كتعجبني الشتاء، مرحبا عبد السلام. اذا متابعينا مباشره من تطوان، انتم كتشوفوا الاجواء كيفاش دايره هنا في قلب مدينه تطوان. نتمنى وتستمتعوا معنا بهذه الزخات المطريه عفوا اللي كتعرفها المدينه، ونتمنى كذلك الله يرحمنا دائما قد نفع وقد قوادسنا باش نكونوا واضحين متابعينا، لان الشتاء عندها الخصوصيات ديالها والجماليه ديالها. اذا مباشره من تطوان مرحبا بكل متابعينا اوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. نجمه هذيك ما كتبانليش مزيان على العموم، شكرا الله يبارك فيك. نتمنى بالفعل متابعينا الله يرحمنا، هذا هو الاهم الدواء ديالكم كذلك، الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع المياه المجاريه، هذا هو الاهم متسبعين. اذا نتمنى بالفعل تخدم معنا اوقات جميله متسبعين كنشوف احنا معكم في هذا البث المباشر عبر الشوارع المدينه. سبحان مبدل الاحوال يقول يونس اكيد، ونتمنى بالفعل الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، هذا هو الاهم. من تطوان دائما وحنا معكم في هذا الجوله عبر اطفال اللي تيبيعوا في السطوبات. سير ولدي الله يرضي عليك، سير تقرا، سير المدرسه، سير. اذا متسبعينا نتمنى بالفعل تقضي معنا اوقات جميله في هذا الدردشه احنا معكم في هذا المباشر عبر شوارع المدينه. ايطاليا فيها الشتاء يقول مجيد، طبعا اجواء جميله الشتاء كذلك في ايطاليا. فوزيه اوكي، تحيه من مدينه في ايطاليا، تحيه الناس ديال ميلانو فينيسيا وروما وفلورنسيا، يعني مجموعه ديال المدن الجميله بايطاليا. متابعينا تقضي معنا اوقات جميله في هذه الدردشه اليوم عبر شوارع الحمر البيضاء، الله يرحمنا. الحمد لله ان ربي رحمنا بهذه السخات المطريه الاولى، حذاري كذلك مستعملين الطريق، لتذكير ان الطريق الرابطه بين تطوان عيل الحصن عفوا طنجه عبر منطقه عيل الحصن فين وقعت حادثه سير انقلاب شاحنه رموك من الحجم الكبير،
بداية الأسبوع، ونتمنى كذلك المستمعين طريق السلامة كل المستمعين طورينو، تحية الناس ديال طورينو. إذا نتمنى تقدم أنا أوقات جميلة متسابقين في هذه الدردشة عبر شوارع المدينة، أجواء جميلة. الله يرحمنا الله يرحمنا، قد ننفع كما تنقولوا، قد قواتنا، هذا هو الأهم. ونتمنى كذلك الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء، هذا هو الأهم. زخات مطرية وهذا الشيء، وغادي نخلي لكم هذه الصورة يعني باش تشوفوا الشتاء في الشوارع والأزقة ديال مدينة تطوان الحمراء البيضاء هذه الليلة الجميلة. ونتمنى بداية الويكاند لكل المتسابقين الأوفياء داخل الوطن أو خارج الوطن. الحمد لله على هذه الزخات المطرية، الله يرحمنا. ونتمنى كذلك الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياة الطبيعية. تحية الناس ديال تورينو، تحية الناس ديال ميلانو، تحية الناس ديال فينيسيا، تحية كل متابعينا من إيطاليا ومن كل دولة أينما كانت. تحية الناس ديال إسبانيا، شم مدينة في إسبانيا. إذن متابعينا، تحية لكم أينما كنتم داخل المغرب أو خارج المغرب، دائما وصول إلى الساحة الشهيرة ديال مدينة تطوان، بلاصة بريمو خاصة، بلاصة بريمو. تحية لكل متابعينا من بلاصة بريمو، نتمنى تقضي معنا أوقات جميلة مع هاد الزخات المطرية اللي كتعرفها المدينة. الحمد لله أنه ربي يرحمنا اليوم بهاد الشتيوة مهمة، الفلاحة والماء والحيوان والإنسان وكل شيء. ونتمنى ويكون الطريق على الحسن معروفة وصعبة أكيد، حذاري ثم حذاري مستعملين الطريق الرابطة بين تطوان على الحسن، خاصة بعض المعالجات الخطيرة في هذه السخات المطرية الأولى تتكون تتزلق، ما تستعملوش الفراميل والحيطة والحذر، الإنسان يمشي بشوية عليه باش يمكن له يتجاوز لا قدر الله أي مشكل. وكنذكركم بالحادثة السير الخطيرة اللي عرفتها منطقة عين الحسن في بداية هذا الأسبوع متابعينا، انقلاب الرموك من الحجم الكبير في منطقة عين الحسن إحدى المنعرجات الخطيرة، كونتينر الحمد لله أنه كان الطريق خاوية والسائق ديال الشاحنة الحمد لله أنه ما تصابش، ولكن بصراحة برافو ليه، عرف كيفاش يتعايش مع الحجم ديال الشاحنة. وألطف إليه بالدرجة الأولى، وقفت مع مستعملين الطريق أنه دخل في ذاك البورديو كما تنقولوا ورجع في اتجاه آخر وتقلب، كان لا قدر الله ممكن يرجع اتجاه المعاكس وتكون الحادثة كانت تكون خطيرة ومأساوية أكثر. الحمد لله تقطعت الطريق نسبيا في انتظار وصول السلطات اللي حولوا المجرى ديال الطريق اتجاه آخر، ولكن الحمد لله. شكرا لمصطفى، تحية لك من طنجة، تحية نشوف تيفي، مرحبا، تحية لكل متابعينا ديال الله يرحمنا، الله يرحمنا كذلك الدعوات ديالكم. ونتمنوا بالفعل الدعوات ديالكم، موسم ديال الأمطار الخير إن شاء الله تكون الأمطار الخير في ربوع المملكة، بغينا جول المدن المغربية من طنجة القويرة تكون فيها أمطار الخير. لأن تحية محمد من إشبيلية مدينة تطوان في أي وقت جميلة. طبعا إشبيلية ملي كنهضروا على إشبيلية كنهضروا على المدينة السياحية الجميلة، كنهضروا على خيرال دار الكاتدرال بلاصة إسبانيا، يعني من البوينتي، هادو من المدن الجميلة متسبعي كنشوف تيفي، من المدن الجميلة متسبعي كنشوف تيفي اللي معروفة يعني في المدن السياحية، خاصة المدينة القديمة والمدينة العتيقة ديال إشبيلية، المدينة السياحية الجميلة واللي معروفة كذلك بارتفاع درجة الحرارة ديالها في الموسم الصيفي. سيفيا تقريبا من المدن يعني نقدر نعتبرها أن في سيفيا وفاس في الصيف نفس الحرارة، نفس الارتفاع درجة الحرارة اللي كتعرفها فاس كتعرفها سيفيا، يعني كيسموها سانتا يعني المقلة. سيفيا يعني معروفة كيسميوها المدينة يعني بحال المقلة، يعني سخونة فصل الصيف. إذا متسبعين أنتم تقضي معنا أوقات جميلة في هاد الدردشة وفي هاد الجولة عبر شوارع الحمر البيضاء، الله يرحمنا أمطار الخير كما كتشوفوا معنا في هاد الأثناء. طبعا هو الشتاء في الحقيقة كتفتح القلب والإنسان تيرتاح، ونتمنى تكون في ربوع المملكة في المغرب كامل، هذا هو الأهم. طبعا كي رياح قوية متسبعينا، زخات مطرية الله يرحمنا، حذاري ثم حذاري مستعملين الطريق. طبعا رياح قوية، وشوفوا الأعلام الوطنية كيفاش كتحرك بواحد السرعة،
يعني رياح قويه الان متسبعينه، حذاري تساقط الاشجار. نتمنى كذلك الجهات المسؤوله انها في الحقيقه انا شخصيا تنطالب الجهات المسؤوله الان انها تراقب الاشجار، لان كاين تساقط ديال الاشجار وخاصه الاشجار اللي كبيره اللي ممكن لا قدر الله تسبب في حوادث سير ولا في حوادث بالنسبه للمره ممكن تكون مميته، لان لك خاصه النخل خاصه الاشجار ديال النخيل اللي معروفه هنا في تطوان قديمه، وبين الفين والاخرى كيسقطوا اشجار ديال النخيل الطف الهيه. السنه الماضيه راه على مستوى حديقه الشلال الطف الهيه وقفت مع تلاميذ ثانويه الحسن الثاني وطاحت الشجره وصابت شي ثلاثه ديال السيارات، والحمد لله كان واحد الكوكبه ديال التلاميذ يلا غادروا المكان وهي طيح. الطف الهيه وقفت مع هذيك التلاميذ، ولكن نتمنوا اذا كانت شي لجنه مختصه يعني في هادشي ديال التشجير على مستوى المندوبيه ديال الفلاحه، ومهم الناس المسؤولين المختصين انهم يراقبوا هاد الاشجار ويشوفوا الحاله ديالهم، اذا كانت شي شجره يعني مشكوك في امرها يحيدوها حسن ما تشكل شي خطر محدق او شي مشكل اخر. مستمعين حورية كتقول منظر هادئ ورومانسي. طبعا الشتاء عندها خصوصيات ديالها الهدوء واللي بغى يرتاح، وطبعا لعشاق الرومانسيه كذلك اجواء جميله في هذه الدردشه الليليه. نتمنى تاخذوا معنا اوقات جميله متابعينا. مرحبا بكل متابعينا الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن، نتمنى تستمتعوا معنا بهذه المناظر السيبيه 48 دغري. طبعا سيبيه كتوصل 48 دغري، اكيد اكيد سيبيه من المدن المتسبعين اللي معروفه بدرجه الحراره، وكاين مناطق اخرى حتى مدريد كذلك. تحيه للناس ديال ايطاليا، تحيه كل متسبعين من تورينو من ميلانو من فلورنسيا من فينيسيا يعني ومدن اخرى طبعا الجميله المدن الايطاليه السياحيه. انتظروني بعد فتح الحدود واعاده المياه المجاريه، لاننا طبعا كنحطوا الرحال مجموعه ديال الدول وكنديروا مباشر. اخر مباشر كان عندي في شهر واحد في مدينه اشبيليا اسبانيا، قبل منها كان في ايطاليا في ميلانو وفينيسيا في شهر 10، ولكن شاءت الاقدار متسبعين مع روما. طبعا مستثنيوش روما المدينه السياحيه الجميله كذلك، ولكن مع هذه الجائحه شاءت الاقدار متسبعين انه تم منع التنقل من والى. زميلنا مقراش من ناظور حط الرحال اليوم مدينه برشلونه، راه دار مباشر من المطار ديال برشلونه الشهير، ونتمنوا الدعوات ديالكم ترجع المياه المجاري. من فالنسيا عندنا الريح بزاف، فالنسيا الإسبانية. طبعا فالنسيا من المدن الجميله، وما نستثنيوش هنايا الكوستا الباساخ ماريتيمو وبلاصة جوتامينتو في السنترو ديال فالنسيا. فالنسيا من المدن الجميله، تحيه لكل متسبعينا من فالنسيا وخاصه مدينه الفنون في فالنسيا الجميله، مدينه كتستحق الزياره اكثر من مره في السنه. اذا مرحبا بكل متابعينا الاوفياء، تحيه من الرباط تازه الرياح فقط، تحيه من مدينه تازه الرياح فقط، تحيه من الشاون حسين اهلا وسهلا، تحيه للناس ديال الجوهره الزرقاء. نتمنى تقضي معنا اوقات جميله متابعينا في هذه الدردشه عبر شوارع الحمر البيضاء. الحمد لله ان الزخات المطريه كتفرح القلب صراحه، والله العظيم الانسان كيشوف هاد الشتا توحشنا لها، واجواء ديال الشتا طبعا عندها خصوصيات ديالها، ونتمناو تستمتعوا معنا. فاطمه اهلا وسهلا، مساء الخير مساء النور كل متابعينا الاوفياء، نتمناو تستمتعوا معنا بهاد السخات المطريه. قولوا لنا واش المدن ديالكم كاين شتي، وتحيه من ايشو ما عرفتش فين هاد المنطقه. يونس بن مكناس اهلا وسهلا، نجيب الله يعطيها النقد بالنفع، سلم على عمي وخوتك طارق اهلا وسهلا. سي طارق من ولد عمي، هذا ولد عمي طارق معتكف من فالنسيا، ودابا قريت التعليق ديال فالنسيا ما ردش البال. سي طارق كيف الاحوال وليدات كلشي مزيان؟ هاد المتسبعين عاد سمحوا لي نسلم على ولد عمي طارق فالنسيا المدينه السياحيه طبعا الجميله. اذا متسبعين تحياتي لكم اينما كنتم، تحيه لولد عمي طارق معتكف بفالنسيا الاسبانيه، وسلمنا على السنترو فالنسيا لاننا من عشاق البويرتو والسنترو ديال فالنسيا طبعا من المدن الاسبانيه الجميله. اذا متسبعين نتمنى تقضي معنا اوقات جميله عبر شوارع الحمر البيضاء، تحيه لكم اينما كنتم داخل الوطن او خارج الوطن. هذه اجواء جميله متسبعين
صدفة طبعا تيهضر معايا ولد عمي طارق معتكف من فاليسيا الإسبانية، صدفة جميلة. تحياتي ليك ولد عمي، وتحية لكل الأفراد العائلة بفالنسيا وبالعرائش كذلك. إذا متتبعينا، نتمنى تقضي معنا أوقات جميلة في هذه الدردشة عبر شوارع الحمامة البيضاء. هذه الأجواء ديال تطوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. متابعينا وليد من مالاغا، تحية الناس ديال مالاغا طبعا، مالاغيتا سنترو ديال مالاغا، من المدن الجميلة. وكيلاريوس للتذكير، أن كيلاريوس بمالاغا تدي لسابع مرة أعتقد أحسن شارع من حيث التزيين ديالو، يعني الجمالية والتزيين ديالو، خاصة بالاحتفالات ديال رأس السنة. نتمناو من هنا الراس العام تكون ان شاء الله تم فتح الحدود ورجعت المياه المجاريه. اذا المتسابين هذه الاجواء الجميله ديال شوارع تطوان مع الزخات المطريه، نتمناو تستمتعوا معنا كذلك انتم بهذه الجوله. طبعا تطوان مع الشتاء كتخوى بكري، واليوم الجمعه وهذه الزخات المطريه الله يرحمنا. خبر عزيز وزير الثقافه ما كيفكرش، ما فكرش فرق المسرح البدوي الشوها. طبعا اليوم كانت وقفة احتجاجية متتبعينا ديال الفرق الموسيقية وقطاع الأفراح والحفلات، اليوم مندوبية ديال الثقافة تيستنكروا الإقصاء والتهميش اللي تعرضوا له بسبب الدعم اللي شرفت عليه وزارة الثقافة. متتبعينا خاصة قطاع الأفراح والحفلات اللي عاشوا الأمرين، وخاصة الفرق الفولكلورية، يعني هادو ناس اللي عاشوا الجحيم بصراحة بعد ما تم منع قطاع ديال الافراح والحفلات. وما نساوش كذلك ممولين الحفلات لي تريتور اللي توما تعيشوا الامرين، عندهم عدد كبير ديال العمال. على العموم متابعينا، نبقاو معكم في هذه الجوله عبر شوارع تطوان الحمام البيضاء. انتم كتشوفوا الاجواء، نتمنوا تستمتعوا معنا بهاد الاجواء الليليه. الشوارع طبعا خاويه، 18 درجه ديال الحراره، طبعا كاين انخفاض درجه الحراره نسبيا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مباشره من تطوان دائما اجواء الشتويه، البدايه ديال الموسم ديال الشتاء مع الزخات المطريه. نتمنى تكونوا تحيه مدينه جميله جدا. تحياتي فيصل من خنيفره، تحيه لكل متابعينا من خنيفره. يحيى الحمد لله، اكيد الحمد لله مع الزخات المطريه. ونتمنى كذلك الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع المياه المجاريه وتتسع الحدود طبعا، لان اليوم كذلك تم ادخال المياه ديال النساء المغربيات كانوا عالقات بمدينه سبته المحتله. واول امس 107 ديال الحالات، يعني المجموع 207 ومازال شي بركه. نتمنى انه يتم ادخال كل العالقين سواء في مدينه سبته ومدينه المحتلتين او في مجموعه من الدول الاوروبيه والعربيه كذلك. اذا متابعينا شكرا لكم على التفاعل والتعليقات ديالكم، كان معكم معتكف كالعاده في هذه الدردشه. انتظروني مع الساعه 10:30 مع البرنامج الليلي حول موضوع ما، غادي نختاروا شي موضوع للدردشه والجوله الليليه كذلك. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات ديالكم، كان معكم معتكف كالعاده. امل نلقاكم بخير، الى اللقاء.